هذا البرنامج برعاية TCL رائدة المنظفات صديقة البيئة للفنادق والمستشفيات. اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من بلاد طيبة. زي ما احنا معودينكم مع بعض دايما بناخد كاميرتنا وبنتفسح في مصر. فسحنا كتير في شرم والغردقة واسكندرية وجميع المحافظات. كان في محافظة من المحافظات يمكن ما عملناش ستريس عليها في الفترة اللي فاتت وهي محافظة أسوان. مش محتاج اقول لكم قد ايه الناس جميله هنا، مش محتاج اقول لكم المناظر قد ايه جميله هنا، مش محتاج اقول لكم النيل يمكن شايفين الالوان بتاعه المياه المتدرجه من النطر اللي هي ملهاش لون خالص الى الازرق البسيط الى يعني جميع الالوان الجميله مع انطباق السما اللون السما عليه حاجه تحفه. الزرع مش عايز اتكلم، مفيش بولوشن، هواء اكسجين، تحس انك تقدر تاخد نفسك للاخر، حاجه حلوه جميله جدا. غير كده بقى مش هكلمكم بقى يعني عن الناس وجمال الناس وبشاشة وشوش الناس اللي من أسوان والنوبة، الناس جمال المصريين اللي مهما اتكلمنا عنهم ما نقدرش ان احنا نوفيهم حقهم. كرم ضيافة، جمال في التعامل، ابتسامة دايما في الشارع، حتى وانت ماشي هتلاقي الناس مبتسمة بتسلم على بعض بتهرج مع بعض، حاجة تفاؤل جميل جدا جدا جدا. طيب احنا النهاردة هنتفسح وهنمشي مع بعض في أسوان، هنعرف بعض معالم أسوان. يمكن احنا عارفين طبعا ودرسنا في التاريخ كل الحاجات الخاصة بأسوان، لكن لما تدرس غير الناس اللي ما راحتش أو راحت، لما تروح تتفرج على مثلا معبد فيلة، لما تقف عند خزان أسوان، لما تقف تتفرج على السد العالي، لما تتفرج على الناس وهي راكبين المراكب وبيتمشوا في النيل يمكن ساعة المغربية والغروب والشراع يمشي كده وتلاقي غطان خضرة أزرق أخضر أصفر، يعني تكوين لملكوت جميل سبحانه وتعالى ربنا حابانا بيه. حاجات كثيرة جدا عن أسوان مشاهدينا الكرام، هنطلع بسرعة مع بعضين نتفسح في أسوان، ورحلة يا رب تكون موفقة وتعجبكم. مش محتاج أقول لكم إن طبعا السياحة مهمة جدا في الفترة القادمة، لأن كل الناس قالت إن خبراء الاقتصاد بالذات قالوا إن الحل في السياحة، نفرج العالم كله على بلدنا الجميلة. يلا بينا. خدنا رحلة نيلية جميلة جدا، مش محتاجة اقول لكم اوصف لكم قد ايه هي جميلة، وصلنا لمعبد فيلة. طيب احنا بعد ما وصلنا معبد فيلة لازم نعرف اكتر ايه هو معبد فيلة، اتسمى ليه بمعبد فيلة، شوية معلومات عنه يمكن احنا درسناها في التاريخ، لكن لما تدرس حاجة نظري غير لما تيجي بنفسك وتشوف بعينيك وتشوف الاثار اللي قدامك دي وتقول ياه ده جدودنا وجدود جدودنا وجدود جدود جدودنا هم اللي عملوا الجمال والحلاوة دي. طيب خلونا اكتر واحد او احسن واحد يقدر يكلمنا على الموضوع ده، استاذ مايكل كمال مفتش الاثار. اهلا بك يا مايكل. اهلا وسهلا يا فندم، شرفتنا. معبد فيلة، اسئله كتير قوي مش هسالها لك، هسيبك انت تحكيها، قول لي عنه. احنا اولا هنا يا جماعه في معبد فيلة، احنا ما بين خزان اسوان والسد العالي، سمي بمعبد فيلة، هو ما اسموش اساسا فيلة، هو اسمه معابد بيلاي او بيلاخ، بمعنى ان الحدود الجنوبيه بتاعت البلاد، لان مصر كانت اخر حدودها طبعا زي ما انتم عارفين اسوان هنا، فكان هو في اخر الحدود. تمام. المعبد بعد خزان اسوان الميه ارتفعت على الجزيره بتاعته وبقي نصه متغطي، ففكرت الحكومه طبعا وكده ان هي تعمل سد حواليه ان هو تحمي من المعبد، لكن لقيوا ان الموضوع ده مش جايب نتيجه او نتيجته مش قويه، فجت هيئه اليونسكو وفكرت ان هي تقطع المعبد وترقبه وتيجي تمهد جزيره تانية اللي هي جزيره ايجيليكا اللي احنا عليها،
تركب المعبد تاني عليها. المعبد ده المعبود الرئيسي بتاعه للآلهة إيزيس. وقصة بسيطة هقولها لكم كده عن بداية الكون عند المصريين القدماء، إن هو إله الأرض اتجوز آلهة السماء وخلفوا 4 آلهة، اللي هو ست ونفتيس وإيزيس وزوريس. ست ونفتيس اتجوزوا بعض، وإيزيس وزوريس اتجوزوا بعض. ست كان بيكره أوزوريس فقتلوا وقطعوا 42 قطعة. مايكل، يعني فرق شاسع بين الضلة دي ويعني كم درجة نزلنا منها من الضلة للشمس ومن الشمس للضلة. الهواء حلو، شفت عامل ازاي؟ هو انتوا جايين في وقت كمان حلو خالص. قولي بقى، احنا هنا في المعبد نفسه، دي الساحة دي بتسميها ايه او اسمها ايه؟ صالة الأعمدة التانية، صالة الأعمدة التانية، وهنا الصرح الأول اللي هو كان بره واحنا جايين. وده الصرح التاني. دي الصرح ده برضو يعني كان بيستخدم كحصل هجوم أو أي حاجة على المعبد، بيبقى كحماية للناس الكهنة اللي في المعبد، إنه هتلاقي فيه منه في فتحات نفسها للأعلام، فتحات للجنود اللي بيبقوا واقفين عند الأسهم. ده جميل جدا. طبعا فيها سمية طبعا بصرح الأعمدة أو ساحة الأعمدة عشان الأعمدة اللي موجودة فيها. ننزل كده ونتمشى شوية. وهنا جوه هنا بقى في إيه اللي جوه هنا؟ هنا على ايدنا اليمين، معلش، بيت الولادة. هنا بيت الولادة اللي كان جوه. وفي حاجة مهمة في المعبد هنا، اللي هي الـ7 حتحرات، اللي هي زي ما بنقول عليها احنا هنا في بالمصري السبوع. هو كان عند قدماء المصريين برضو في حاجة اسمها سبوع. كانوا بيعملوا اسبوع بعد 7 يوم بيحتفلوا بالمولود وكده. هما كانوا بيدوا المولود في اعتقادهم الآلهة 7 أيام. الآلهة تقدم له هبات ويحتفلوا بيه الآلهة، وبعد كده يدوه للأم بعد 7 أيام. فالأم طبعا تعمل الاحتفالية بتاعة المولود كأنه لسه مولود، ودي اللي احنا لغاية دلوقتي بنعملها، اللي هي السبوع. طيب لو حبينا نشوف، انا شايف ناس ما شاء الله كتير جوه في المعبد. هنا في ايه بقى في المعبد نفسه بقى من جوه؟ هنا فيه صالة أعمدة، تمام، وفيها الكنيسة اللي كانت بتستخدم في العصر الروماني. من الاضطهاد بتاع المسيحيين خلى المسيحيين يهربوا للأماكن البعيدة دي ويقيموا الشعائر بتاعتهم هنا. ولو بصيت كده على الجنبين بتاعت الباب هتلاقي إن في صلبان أهي. فعلا حقيقي، في على الجنبين لو ركزنا عليهم هنلاقي في فعلا في صلبان. هنخش دلوقتي هنشوف المذبح، واللي هو حضن الآب اللي هو كان بيبقى جنبه المذبح، هنشوفه كله جوه. خير سفير للبلد ابن البلد لما يسافر ويحكي عن جمال بلده، يعني والحاجات اللي في بلده بمنتهى التلقائية، مش لازم يعني هو يبقى عارف بس المعلومات ويقولها. في يعني في الفترة اللي فاتت شفنا شباب زي الورد قاعدين على الفيسبوك بيصوروا، بيجوا الأماكن زي دي ويصوروها وينزلوها، وبيحاولوا إن هم يساعدوا السياحة بأي شكل من الأشكال، شباب صغيرين كبار، يعني كل المصريين بتحاول إن هي تعمل حاجة. بقول لك احنا ريحنا كتير والهوا هنا جميل، ما تيجي نطلع شوية في الشمس؟ تعالى نطلع في البحر الأولانية، الساحة الكبيرة خالص اللي قدام دي. يلا
بنتمشى لسه وجينا في الحته اسمها ايه بقى؟ ده اسمه كشك طرجان بتاع الملك طرجان، بس هو طبعا ما كملش. هتلاقيه يعني في 16 عمود، والمعبد نفسه كامل او المقصوره نفسها كامله، بس ما فيهاش صور من جوه غير صورتين بس، ان هي المعبد الملك بيقدم القرابين للاله، لكن ما كملتش تقريبا لوفاه الملك يعني. طب يعني كلمني على اللي ورا ده. ايه ده؟ جنة الله على الارض ما شاء الله، ايه ده؟ دي اسوان اللي احنا يعتبر مش مستغلين منها اي حاجه، اللي الناس لسه ما تعرفهاش. الناس بتيجي ما تشوفش الاماكن دي طبعا. بالمناسبه ده مكان المعبد القديم اللي فيه الحديد ده. الحديد اللي هناك ده مكان المعبد ده القديم. السد اللي اتبنى حواليه، وبعد كده ابتدوا يقطعوا فيه وينقلوا فيه. ما شاء الله، حاجة متهيألي يعني أقل حاجة تتعمل هنا مسابقة تصوير، تصوير فوتوغرافي. مش ممكن كمية الصور اللي هتطلع والإبداع والفكر. يعني الواحد من ساعة ما جه عمال يبص، هاخد دي، هصور دي، هعمل دي، عمالين نصور تصوير يعني ما شاء الله. يعني معروفة أسوان بالمناظر الطبيعية بتاعتها، وفيها أماكن كتير، وبالذات غروب الشمس وشروق الشمس مع الشراع الأبيض والمركب وتاخد الشمس من مع وراه. الجبل الأصفر اللي حضرتك قلت عليه من شوية، تدريجة الألوان، ده كله طبعا بيطلع صور حلوة أوي يعني. طب تفتكر، خلينا نقول السياحة الداخلية، لو ما تيجي نشجع كل أب وأم كده يجيبوا ولادهم يومين ثلاثة في أسوان، يروحوا الأقصر، يطلعوا الغردقة، يطلعوا شرم، يتفسحوا، يتفرجوا على آثار بلادهم، يتحركوا شوية، تقوم الدنيا تمشي. ممكن تبقى مسكنات للسياحة، لكن هي أحسن من ما فيش. في ناس تسترزق، تبتدي تتحرك، هما كمان يتعلموا ويشوفوا يعني، ويعلموا ولادهم. تقول لهم إيه؟ يعني خد الكاميرا معاك، هيقول لهم. هو فعلا الناس ابتدت تيجي، وابتدى كل واحد يعلم أولاده. النهارده مشاهدينا الكرام، خدنا جولة جميلة كده في أسوان، واتفسحنا فيها، ورحنا معبد فيلة، وركبنا زي ما شفنا مع بعض فلوكة في النيل، ومركب، والمياه جميلة، وزي ما احنا شايفين المناظر الخلابة الجميلة، أزرق أخضر أصفر أزرق تاني، لوحات فنية سبحان الخالق الوهاب. هنسيبكم دلوقتي مع هبة شامل.